وثائق مسربة وجديدة قادمة من البنتاغون توضح تورط الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق في مسائل نقل الأسلحة وحتى الطائرات المسيرة من داخل الأراضي العراقية إلى داخل الأراضي السورية. وهذا كله جاء بتفاصيل في الساعات الماضية يوم أمس تحديدا من قبل الواشنطن بوست، هي التي طلعت على هذه الوثائق المسربة التي تحدثت عنها لكم الآن ونشرت تفاصيلها بالتمام والكمال. وهي أكدت بأن هذه الوثائق وضحت بأن منذ حدوث أساسا الزلازل في سوريا في 6 فبراير، مباشرة إيران في اليوم 2 وفي 7 فبراير بدأت بالعمل على مسألة محاولة نقل الأسلحة عبر الأراضي العراقية على المستوى البري إلى الداخل السوري. وما جاء بعد ذلك أن ضباطا في فيلق القدس الإيراني كانوا مسؤولين عن مسألة توجيه الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق للقيام بهذا الأمر. أحد الضباط في 13 فبراير من هذا العام هو الذي اختار إحدى الفصائل المسلحة المتمركزة في العراق القيام بهذه المهمة تحديدا، واتفقوا على مسألة إرسال الشحنات من داخل العراق مباشرة إلى سوريا. وهذا هو فعلا ما تم، وأن عملية نقل الأسلحة التي تمت من العراق إلى سوريا هي كانت عبارة عن مجموعة من الذخائر البنادق وكذلك الطائرات المسيرة الإيرانية، والحديث هنا عن 30 طائرة مسيرة إيرانية دخلت إلى الداخل السوري، وذلك من أجل مواجهات مستقبلية ليس ضد تنظيم داعش الإرهابي لا أبدا، وإنما مواجهات مستقبلية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الموجودة في سوريا والتي يصل تعدادها إلى 900 جندي أمريكي. بالإضافة إلى ذلك بأن أحد أهم وأبرز القيادات الخاصة بالفصائل المسلحة في العراق متورط بشكل مباشر في هذه العمليات والإشراف على عمليات نقل الأسلحة بهذه الطريقة بحسب الوثائق التي نشرتها طبعا الواشنطن بوست الأمريكية. والمشكلة أن الحكومة العراقية قد ذكرت في هذه القضية، تحدثت بأن الحكومة العراقية أساسا هي أعطت الموافقة لإدخال المساعدات طبعا ومساعدات الإغاثة إلى السوريين، وهي فعلا وافقت على مسألة إرسالها كمساعدات وليست في نوايا إرسال السلاح. ولكن المشكلة الحقيقية هنا تأتي من أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم وجود هذه المعلومات التي نشرت بهذه الطريقة إلا أنها ترى أن الحكومة العراقية لا تتحرك تجاه هذه الفصائل من أجل إيقاف عملية نقل الأسلحة بهذه الطريقة من العراق إلى سوريا. أحد المسؤولين الكبار بحسب الواشنطن بوست أيضا في الحكومة العراقية قد نفى هذه المسألة، رفض هذه المسألة، اعتبر هذه الوثائق التي نتحدث عنها الآن بأنها مزيفة، مبررا ذلك بأن الحدود أساسا مفتوحة ومن الممكن أن تدخل هذه الأسلحة في أي وقت ممكن من العراق إلى سوريا وليس شرطا أن تدخل خلال هذه المساعدات الإنسانية. لكن المشكلة ما تتحدث عنها هنا الواشنطن بوست هي تتحدث بأن المساعدات الإنسانية والإغاثية هي تأتي كغطاء غير قادرة الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل من التصدي لها أو فعل شيء لها. وكذلك القائد الموجود من الفصائل المسلحة الذي تحدثنا عنه وهو متورط بهذه المسألة، المشكلة هو ينتمي إلى هيئة معينة تتحصل على الأموال مباشرة من قبل الحكومة العراقية، وهو قام وأدار هذه العملية بشكل مباشر بحسب هذه الوثائق. كذلك الواشنطن بوست وضعت نوعا من علامة الاستفهام على القوات الأمريكية أكثر حتى من الحكومة العراقية والسلطات العراقية بأنك لماذا أنت غير قادرة على عملية ضبط نقل هذه الأسلحة وهذه الشحنات إلى الداخل السوري بهذه الطريقة، وخاصة أن هذه الأسلحة ومن ضمنها الطائرات المسيرة تستهدف التواجد الأمريكي بشكل مكثف، خاصة وعندما تحدث نحن عن 13 فبراير بدخول هذه الشحنة من هذا الضابط في فيلق القدس الإيراني تحديدا، فإن إحدى الطائرات المسيرة وتحديدا في 24 مارس كانت قد استخدمت في عملية استهداف أحد المتعاقدين الأمريكيين الذين طبعا والذي قتل في قاعدة إرميلان بهجوم من الفصائل المسلحة المقربة من إيران. ولكن ما هو مهم أن المعلومات التي نشرت عن هذه القضية من الواشنطن بوست أن الطائرات المسيرة التي دخلت من العراق إلى سوريا وهي 30 طائرة
فلم تكن هذه الطائرة التي اختالت تحديدا هذا الجندي الأمريكي أو هذا المتعاقد الأمريكي عفوا، هي لم تكن واحدة من هذه الطائرات التي دخلت من هذه الشحنات. وهذا يوضح أيضا بشكل آخر أن الطائرة المسيرة انطلقت فعلا من سوريا ولم تنطلق من العراق، وأن الهجوم هذا لم يكن قادما من العراق ولا من الطائرات التي دخلت من العراق إلى سوريا طبعا. بل بالإضافة إلى ذلك أن المعلومات ذهبت إلى حقيقة أن هنالك أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني وفيرق القدس الإيراني كان يمتلك جميع المعلومات والبيانات حول طبيعة نقل هذه الأسلحة إلى مواقعها لإدارتها في هجمات مستقبلية ضد القوات الأمريكية. وطبعا المتعاقد الأمريكي أكدت هذه الصحيفة صحيفة الواشنطن بوست بأنه هذا الرجل هو سكوت دوبس الذي ترونه هنا، هو الذي ضربته طبعا وقتلته الطائرة المسيرة الإيرانية وأشعلت المنطقة بأكملها بين القوات الأمريكية وبين الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وهذا ما أكدته طبعا الواشنطن بوست من أهم التفاصيل التي ذكرت من ما شرحناه لكم الآن. وقالت الآتي: تؤكد الوثيقة الاستخباراتية المسربة أنه في أعقاب الزلازل مباشرة تحركت إيران وشركات التابعة لها بسرعة لاستغلال الفوضى. وأضافت: جماعة مسلحة مقرها في العراق دبرت نقل بنادق وذخيرة وثلاثين طائرة بدون طيار مخبأة في قوافل المساعدات لدعم الهجمات المستقبلية على القوات الأمريكية في سوريا. بالإضافة إلى ذلك أن هذه التحركات التي تأتي إلى غرب نهر الفرات من قبل هذه الفصائل المسلحة هي لا تنتهي. فتقارير جديدة قد نشرت من قبل وكالة عين الفرات في 6 مايو كما تلاحظون في 48 ساعة الماضية، المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدثت أن هنالك تحركات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بشكل مكثف بالقرب من الحدود العراقية في داخل سوريا وتحديدا في دير الزور. هنا الحدود بين العراق وبين سوريا. دعونا نتجه إلى دير الزور من التفاصيل التي تحدثت عنها وكالة عين الفرات، هذه المدينة المهمة التي تأتي طبعا قريبة للغاية وتنطلق منها الهجمات على قاعدة كونيكو كما هو معتاد عليها. وطبعا الحديث هنا بشكل مباشر عن منطقة مهمة وحي مهم موجود هنا ألا وهو حي جبيلة. في هذا الحي تحديدا بحسب وكالة عين الفرات تحدثت بأن عناصر الحرس الثوري الإيراني انتقلوا بشكل مكثف في هذه المنطقة التي تأتي حدودها تقريبا. هذا الحي هو يأتي بهذه أو هذا الشكل الذي ترونه المقرب لهذا الحي. طبعا بالنسبة لجماعة أو الحرس الثوري الإيراني وقياداته توزعوا بشكل مكثف بين المدنيين وقاموا بفتح مقر جديدة في هذه المنطقة بين المدنيين لأخذ هذه القضية وأخذ هذه المواقع وأخذ المدنيين كدروع بشرية. تمنع طبعا الولايات المتحدة الأمريكية من التفكير بتوجيه أي ضربات لأن هنالك مدنيين، هذه مشكلة حقيقية. وبالتالي هم وسعوا مقراتهم بشكل كبير بين المدنيين في هذه المنطقة في تحول وتوسع كبير يأتي مقابلا وتجاه قاعدة كونيكو التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. أيضا ما تحدث عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هنالك تحرك في هذا الحي تحديدا الذي ترونه من أهم القيادات كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان من قبل قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. بلقطة أوضح لكي نشرح هذه المسألة لكم الآن، فإن الحديث من المرصد السوري هنا بشكل واضح كان قد تحدث بأن هنالك استبدالا للأعلام الخاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران في هذه المنطقة، إن كانوا فاطميون إن كانوا حزب الله أو غيرها، غيروها تماما وقاموا بعملية تمويه ورفع أعلام النظام السوري تحديدا في منطقة ومستودعات عياش التي تأتي هنا وعدد من النقاط الأخرى التي يتمركزون بها. وفي نفس الوقت إن كانت هنالك 12 سيارة جيب بحسب هذه التفاصيل التي طبعا أو دفع الرباعي، هذه سيارات قادمة كانت من هذه النقطة التي تقف عليها أو وضعنا عليها السيارة تقريبا سيارة الدفع الرباعي وهي حي الجورة، بأن رتل كامل 12 سيارة تتواجد فيها عناصر من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني انتقلت مباشرة إلى قرية البغيلة بهذا الشكل، وبعد ذلك انتقلت مباشرة إلى مستودعات عياش للقيام وعقد اجتماعات مهمة
وهذه المستودعات تتواجد فيها أسلحة تخزنها الفصائل المسلحة عادة في هذه المنطقة. طبعا هذا التحرك حديث للغاية كما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان. وطبعا إذا ما اتجهنا مباشرة إلى مستودعات عياش، هذه هي المستودعات التي ترونها أمامكم، هذه المنطقة كلها عبارة عن مستودعات. نتجه إلى الشمال قليلا وسنلقي نظرا أن هنالك المزيد من المستودعات الظاهرة في القمر الصناعي بهذه الطريقة، خاصة تماما بالفصائل المسلحة المقربة من إيران. العام الماضي في أغسطس كنا أمام ضربات من قبل القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تجاه هذا الموقع من نفس نقطة التصوير الآن التي ترونها، كانت قد ظهرت بهذا الشكل. هذا هو التصوير الذي جاء من ضرب مستودعات الأسلحة التي كانت هي موجودة لدى القوات الأمريكية، ضربوها بهذه الطريقة. أيضا كانت هنالك صورة حصرية لنفس هذا الموقع لإحدى المعسكرات الذي تتدرب فيه الفصائل المسلحة، نشرت بهذا الشكل الحصري كما تلاحظون من هذا المستودع. واضح جدا بأنه معسكر للتدريب، وهذا المعسكر قريب للغاية من هذه المنطقة عندما تذهب وتقترب قليلا من هذه النقطة والمستودعات التي استهدفت. فهذا هو المعسكر كما تراه، متطابق تماما مع الصورة التي رأيناها الآن وذكرناها لكم الآن، هي متطابقة لا فرق أبدا مما تحدثنا عنه. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية هنا ترى الكثير من التحركات القادمة من الفصائل المسلحة، من الحرس الثوري الإيراني، من حزب الله اللبناني إلى غرب نهر الفرات. وعلى هذا الأساس هم بدأوا ينسقوا بشكل مكثف مع إسرائيل تجاه إيران، ما الذي يجب أن نفعله ضد هذه الفصائل. وإسرائيل وجدت وبدأت تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب أن يكون هنالك ضغطا على العمق الإيراني وضغط على المفاعل النووي الإيراني الذي يعتبر هو الأهم بالنسبة طبعا للإيرانيين. وهذا جاء من خلال تفاصيل مثيرة عن زيارة قام بها هذان الشخصان، وهو مايك تيرنر، وهو رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، وكذلك أيضا هذا الرجل هايمز وهو أيضا أحد الأعضاء المهمين الموجودين في هذه اللجنة، جيم هايمز. طبعا كان لهم لقاء بهذه الطريقة مع CNN الأمريكية مؤخرا، وتحدثوا عن تفاصيل ما تحدثوا عنه مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضية ما الذي يجب أن تفعله الولايات المتحدة مع إسرائيل من أجل الضغط على إيران بشكل أكبر. وهذا ما ذكروه للCNN وقالوا الآتي: يعتقد نتنياهو أنه يمكن ردع إيران، وإذا اعتقدوا أنه سيكون هنالك عمل عسكري ضدهم نوع من الضربة الجراحية من شأنها أن يقلل من قدرتهم على السعي للحصول على أسلحة نووية. وأضاف تيرنر أيضا: نتنياهو يريد من إيران أن ترى أن هنالك خطرا من قيام كل من الولايات المتحدة وإسرائيل معا أو بشكل منفصل بعمل عسكري ضد منشآتها النووية. وصدق أو لا تصدق، رغم خلافات بين إدارة بايدن وإسرائيل، إلا أن إيران تأخذ مديات كبيرة، وقد نرى تطبيقا لهذا الكلام الذي يتحدثون عنه، لأن إيران تضغط عليهم ليست فقط في مسألة الشرق الأوسط أو في سوريا، وإنما تضغط عليهم في أوكرانيا. كنا أمام هجوم كبير جدا في 24 ساعة الماضية بهذا الشكل، تحدثت عنه وزارة الدفاع الأوكرانية: 60 طائرة مسيرة إيرانية من نوع شاهد 136 المفخخة هاجمت المدن الأوكرانية من ضمنها العاصمة الأوكرانية كييف. تمكنت وزارة الدفاع الأوكرانية طبعا والدفاعات الأوكرانية من التصدي 35 طائرة فقط من هذا الهجوم الذي نتحدث عنه الآن، حتى أن فيتالي كليتشكو وهو عمدة كييف قال بأن هذا الهجوم بالطائرات المسيرة الإيرانية هو الأعنف والأكبر على الإطلاق منذ بدء العملية العسكرية الروسية العام الماضي في فبراير على أوكرانيا. هذا هو الأكبر على الإطلاق. ولاحظ نتحدث عن الطائرات المسيرة من شاهد 136 هي التي تستخدم في الهجمات الموسعة التي نتحدث عنها، وهذه واحدة من الصور للضربات التي جاءت طبعا على العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الماضية كما تحدثت وكما صورتها طبعا وزارة الدفاع الأوكرانية. هنالك مشكلة حقيقية في هذه القضية، بأن الآن الولايات المتحدة لا تريد أي شيء يبطئ من جهود الأوكرانيين في الاستعداد للهجوم أو للهجوم المضاد على القوات الروسية المرتقب. طبعا هذه واحدة من لقطات التدريبات للقوات الأوكرانية وهي تعبر المياه بهذا الشكل، يتحضرون للاستعداد لعبور
عبور المياه بهذه الطريقة. وهنالك نقطة مهمة يجب أن ننتبه لها من خلال هذه التدريبات، هي توضح لك أين سيكون هذا الهجوم. طبعا إذا ما اتجهنا إلى الخارطة بسرعة، الخارطة الأوكرانية وهي مسألة أساسية طبعا، فإنك ستلاحظ أن النهر الوحيد الموجود هو نهر الدنيبر الذي يأتي بهذا الشكل وبهذه الطريقة. هي توضح أن القوات الأوكرانية بدأت تتدرب، وقد تكون تدربت وانتهت من هذه المسألة كما لاحظنا من اللقطات المصورة على عبور نهر الدنيبر، والبدء بالضغط على القوات الروسية قدر الإمكان. حتى أن الرئيس تشيكي كان قد تحدث بمعلومات مثيرة أن هنالك 9 ألوية ميكانيكية أوكرانية بدأت تستعد لعملية هذا الهجوم المضاد، ولكن لا بد من التأني لأنها الفرصة الأخيرة كما تحدث هذا الرئيس التشيكي. أيضا أن الروس قاموا بعدد من الإجراءات بين المدن الموجودة في خيرسون والمدن طبعا الموجودة في زاباروجيا، من ضمنها ميليتابول، من ضمنها توكماك وغيرها. بدأوا بعملية إجلاء المواطنين الموجودين هناك، 70,000 عنصرا ومواطنا مدنيا حقيقة قاموا بإجلائهم إلى مناطق آمنة، في إشارة أخرى بأننا أمام هجوم قادم تجاه بحر آزوف وتجاه طبعا شبه جزيرة القرم. ولكن أيضا في نفس الوقت أن هنالك ضغطا روسيا كبيرا بدأ أيضا في الساعات الماضية، الليلة الماضية في حقيقة الأمر، على باخموت. هنا تحاول روسيا الانتصار في معركة باخموت قدر الإمكان عن طريق قوات فاغنر التي عانت ما عانته في الفترة الأخيرة من الأميونيشنز والذخائر التي كانت تطالب طبعا من عملية النجاح في الوصول إليها، والنجاح وإقناع وزارة الدفاع طبعا الروسية من إيجاد طريق للوصول إليها والوصول إلى المزيد من الذخائر. وهدد بريغوجين من عملية الانسحاب، وكما تلاحظ هنا الأمور الآن استعدلت وبدأت فاغنر تضغط بشكل كبير. وإذا ما لاحظنا فإن هنالك كانت تغيرات كبيرة في هذه المنطقة، لنقترب قليلا من هذه المنطقة ستلاحظ بأن في 5 مايو كانت الصورة بهذا الشكل. لاحظ قوات فاغنر كيف تغيرت هنا بهذا الاتجاه، هنا 6 مايو، هنا 7، ولاحظ كيف أن المنطقة الرمادية أصبحت خطيرة، و8 أيضا. نلاحظ أن قوات فاغنر تقتحم هذا المربع الأخير من هذه المنطقة، وحتى خروموفا أو كروموفا التي تأتي هنا أيضا تتعرض إلى الضغط. لاحظ عندما تعود إلى 5 مايو ستلاحظ كيف أن الأمور هي تأتي بهذا الشكل، وكيف أن القوات فاغنر بدأت تضغط على العصب المهم لإمداد القوات الأوكرانية للصمود في هذه المعركة. وهذه المنطقة تحديدا التي ترونها ألا وهو هذا المربع، هو مربع المباني الذي تتواجد فيه القوات الأوكرانية وتحاول الصمود في هذه المنطقة. وهذه المنطقة تحديدا، هذا المربع يتعرض إلى ضربات خطيرة بقنابل خطيرة للغاية. دعونا نلقي نظرة على الضربات التي تأتي هنا، ولكي تلاحظ كيف أن هذه الأمور تأتي خطيرة بالنسبة لما يراقبه وما تراقبه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. لنلقي نظرة على هذه الضربات، ستلاحظ بأنك أمام ضربات واستهدافات بقنابل شديدة الانفجار، ليست قنابل حارقة، القنابل الحارقة في اليومين الماضيين، لكن هنا نحن أمام ضربات بقنابل شديدة الانفجار، دمار كبير يأتي في مدينة باخموت طبعا. وإذا ما حاولنا أن نلقي نظرة سريعة على هذه المنطقة لكي نفهم ما الذي يجري في الساعات الماضية والأخيرة، والتي طبعا ستكون حاسمة للغاية من الصورة التي رأيناها الآن لهذا المقطع، ستلاحظ أنت أمام عدد من الأمور المهمة التي يجب أن ننتبه إليها. نحن أمام هذا النوع من المباني الذي يأتي بهذا الشكل، هذا المبنى أيضا هو يأتي بهذا الشكل من صورة ومن زاوية أخرى، ستلاحظ بأنه مبنى نوعا ما يأخذ هذا الشكل وهي مسألة مهمة. وبالتالي بالتركيز على هذه الصورة تحديدا، فأنت أمام مباني تأتي بهذه الطريقة، مبنى آخر، وأيضا هذا المبنى يأخذ مسافة معينة حتى تأتي مقابله هذه المباني الثلاثة، وهذا الشارع في الوسط. ودعونا نتجه إلى القمر الصناعي لكي نتأكد مما نتحدث عنه هنا بالتوجه إلى القمر الصناعي. هذه مدينة باخموت، نتجه إلى المربع الأخير من هذه المعركة الكبيرة التي تجري في هذه المنطقة. نقترب قليلا من النقطة هنا من هذا الشكل من المباني الذي تحدثنا عنه المميز، ستجده هنا وستجد الشارع وتجد أمامه مباني أيضا تأتي بالشكل المعروف عنه في هذه المنطقة. بالتالي ها أنت أمام نفس المواقع التي تحدثنا عنها، وهذا هو طبعا المبنى الأول، المبنى الثاني، هذا هو المبنى الآخر، وتأتي مسافة حتى تجد نفسك أمام هذه المباني مع هذا الشارع. يعني أن هذه النقطة فعلا قد استهدفت بشكل كبير من قبل قوات فاغنر، وبدأت بهجوم موسع بحسب التقارير من أجل إنهاء السيطرة على هذه المنطقة. وأيضا هنالك نقطة أخرى
تأتي إلى اليمين هنا، كانت قد تحصنت فيها قوات فاغنر، وظهرت لقطات مثيرة للغاية لقوات فاغنر من قبل وسائل الإعلام الروسية وهي تتحرك بهذا الاتجاه. وإذا ما توقفنا هنا قليلا، لنتوقف قليلا في هذه المنطقة، سنلاحظ بأننا أمام علامات مهمة أيضا لكي نحاول أن نجد أين هي قوات فاغنر. قدر الإمكان ستجد أنت أمام مجموعة من الأشجار هنا تأتي، وسنجد أيضا بأننا أمام منارة، منارة تأتي هنا بالخلف، وأيضا ستجد بأنك أمام منطقة مزروعة تقريبا مع منفذ، منطقة مزروعة في الأرض هنا، ومبنى كبير طبعا، وهنالك نوع من العمود الذي يأتي بهذا الاتجاه، قد تكون هي مدخنة ظاهرة من هذه المنطقة. وبالتالي على هذا الأساس عندما ترى وتشاهد هذا المقطع ستجد قوات فاغنر كيف هي تقتحم هذه المنطقة وتحاول أن تقترب، تجد أنك أمام قوات ليست بالعادية، قوات اقتحام، قوات فاغنر تقتحم المباني واحدة تلو الأخرى لكي تقوم بتصفية طبعا الأوكرانيين ومحاولة السيطرة عليها. هذه لقطات وفوتج ومقاطع أساسا حديثة لقوات فاغنر وهي تقوم بهذه الاشتباكات التي نتحدث عنها الآن. وبالتالي إذا ما أخذنا هذه اللقطات وحاولنا أن نضع تحليلا سريعا عليها ونعود إلى القمر الصناعي مرة أخرى، نتجه إلى اليمين قليلا لكي نجد مثل هذا المبنى الكبير بمثل هذا المدخل بمثل هذه النوعية من الأشجار، سنجده هنا نأخذ صورة موضحة مرة أخرى لكي نحاول أن نجد هذه القوات أين هي بالضبط وأين تتواجد ونؤكد موقعها. فأنت أمام هذا المبنى الكبير وأمام هذه المنطقة المدخل، هذه المنطقة المزروعة، هذه هي الأشجار واضحة أمامك، وأيضا أنت ستلاحظ بأن هنا المدخنة وهذه المدخنة الأخرى أو كأنها على شكل مئذنة تأتي هنا بهذا الشكل. بالتالي إذا ما حاولنا أن نقترب لنتأكد مما تحدثنا عنه الآن قليلا سنلاحظ بأن فعلا أن الأمور متطابقة وبأن قوات فاغنر تتواجد في هذا المبنى. هذه هي المدخنة التي تحدثنا عنها الموجودة على المبنى، وأيضا وكأنك أمام هذا البرج أو المئذنة أو المدخنة الأخرى موجودة أيضا بهذه الطريقة. كل شيء أكيد، كل شيء واضح، وهذا يوضح أهمية والساعات الخطيرة التي تمر فيها هذه المدينة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أبدا من إيران أو غيرها من هذه الدول أن تضغط في ظل هذه الظروف التي تجري في المعارك في أوكرانيا.